بنات السلام عليكم، هذه تتمة الفيديو الأول اللي درت لكم فيه المقشر ومكون معجزة الهالة السوداء. ودابا غندير معكم الماسك. البنات هاي يدي مي درت المقشر، انا ما درت لا كريم لا والو. شوفوا الفرق بين هذه وبين هذه. ها نتوما قلت لكم انا غسل غير يدي. شوفوا البنات كيرطبه بهذيك السكر والقهوه والزيت. ها نتوما شوفوا الفرق، زعما خلاوها ديريكت ما درت لا كريم لا والو. هما باقي نيت يدي متسمه حيت ما غسلتهاش بالصابون ولا جيل موس، غير غسلتها غير بالماء. باش نوريكم الطريقه النهائيه ديال زعما ماشي الطريقه النتيجه، سمحوا لي. دابا البنات غندوز معكم الماسك. الماسك ديالنا اللي حتى هو زعما شنقول لكم، غديروه وغتشكروني عليه لان حتى هو فيه منافع كثيره للوجه ديالنا. تاخذوا البنات بول بحال هكا. غنحتاجو اول مكون في هاد الماسك ديالنا هو الفرماج. انا البنات ندير فرماج ناتور، لما كانش عندكم فرماج، ان كان عندكم فرماج عادي بحال لافاش كير ولا دي تقدروا ديروه، ولكن انا تنستعمل فرماج ناتورولوجي. غنحتاجو البنات الحليب، الحليب ما يكونش بارد البنات. شوفوا يدي البنات هانتوما، شوفوا الفرق، شوفوا الفرق بين هادي وبين هادي. شفتوا قلت لكم غنستعملوا الحليب ما يكونش البنات بارد. من الاحسن تاخذوا الحليب تخرجوه من الثلاجه وتخليوه شويه، باش خصنا باش يسد لنا المسام ماشي يحل لنا المسام ديالنا. ونحتاجوا بطبيعه الحال المكون ديالنا ديال القهوه. ناخذوا البنات واحد المعلقه بحال هكا. انا هدا بهذا الماسك غنديروا لوجهي. غنحتاجوا معلقه كبيره ديال الفرماج كي قلت لكم ناتور البنات، ها هي. ونحتاجو باش نخلطو هاد جوج مكونات بالحليب. عطيه البنات، عطيه هاد الماسك غتشكروني عليه، والله حتى غتشكروني عليه انه خلاوه خطير 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 خطير. هانتوما البنات خلطوا مزيان هاد المكونات كي قلت لكم، هاد الفرماج مع القهوه ومع الحليب. نتوما عارفين منافع ديال الحليب حتى هما، وعارفين منافع ديال الفرماج. وعاد القهوه هي العنصر الاساسي ديالنا اليوم كي قلت لكم. غندير لكم مقشير وغندير لكم ماسك، وان شاء الله غنوريكم واحد الطريقه ديال الهالة السوداء غتشكروني عليها، ولكن ما خاصكمش تعكزوا. ها هو الماسك ديالنا البنات، شتو كي تيرجع ها هو بحال هكا، ما ثقيل ما خفيف، يكون هكا موين باش ملي تبغيو تحيدوه يجيكم ساهل. ها هو البنات، انا نديرو عشوائي بيدي لان سي با لا بين نجيب باش ندير. ها نتوما البنات طبقوا بحال هكا على الجسم ديال الوجه ديالكم ولا الجسم ديالكم ولا اي بلاصه بغيتو في الجسم ديالكم تقدروا ديروا هذا الماسك. ان شاء الله البنات غتشربوا وغتشكروني عليه، ولكن خاصكم تداوموا وتقدروا هاد المكونات ديرهم جوج مرات في السيمانه، لا بالنسبه للمقشر ولا بالنسبه للماسك. هانتوما البنات عتي هذا مي غيكرم البنات غتخليه واحد 10 دقائق لان خصو يكرم مزيان، وغنرجع معكم نوريكم الطريقه ديريكت باش غنحيدو وغتشوفوا، لان راه غيخلي لمعان في اليد ديالنا ولا في الوجه ديالنا ولا في الجسم ديالنا. وامي مطال البنات غينقيها لنا وغيحيد لينا كاع هذوك زعما الجلد الميت اللي عندنا في الوجه ديالنا. وبالنسبه هاد الماسك البنات كي قلت لكم بالنسبه لجميع انواع البشره اللي عندنا جافه ولا مختلطه ولا دهنيه غتقدروا ديروا جوج مرات في السيمانه، لان كيساعد على تخفيف التجاعيد. كي قلت لكم الكلف هذاك اللي بوطو عندنا نواغ في وجهنا، شنو اخر عاوتاني تبيض الوجه البنات، عاوتاني اثر الحبوب. ولكن خاصكم تداوموا، ماشي ديري غير مره تغبري شهر وتعاود ديري، نو البنات خاصكم تداوموا عليه وغتشكروني عليه. ها هو البنات بدا تيكرم، شتو قلت لكم انا نخلي واحد 10 دقائق ونرجع معكم البنات.
البنات ها النتيجه كي قلت لكم خطيره. مي درت هذاك الماسك درتو يدي بجوج، هما البنات ما دهنتهم ما والو، هما بجوج بجوج درت لهم هذاك الماسك اللي درت معكم ديال القهوه. راه اش نقول لكم البنات، راه روعه وخطير، والترطيب تيخلي ولا معان. ها نتوما شتو يديا ما درت لك خير ما والو. ان شاء الله البنات يعجبكم هذا الفيديو. كي قلت لكم في الاول الفيديو هذه تتمه ديال الفيديو الاول، هذا الفيديو الثاني. الاول كنت درت لكم المقشر ودرت لكم هذاك المعجزه اللي قلت لكم تندير ديال الليسان، و وكملت بالماسك حيت باش ما يكونش الفيديو طويل من الاحسن ديروا المقشر وديروا هاد بوغ لي سيرن وهاد الماسك. البنات راه شنو نقول لكم، راه روعه والله العظيم البنات. ها نتوما غير انا هكا حيت حتى هو غيجي بحال كوماج، غتحكو مزيان مع لابو ديالكم. ها نتوما البنات شوف 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 يدي كيرطي طوين، عاجبيني يدي ما تضحكوش عليا. ولكن البنات راه خليتو لي تعليق في الفيديو الاول، راه زعما راه عجبكم هذاك القماش اللي درت معكم. اما مي غتشوفوا هذا الماسك وغديروه راه ما غتستغناوش عليه البنات، وغتقولوا هدى قالتها. وان شاء الله البنات كي قلت لكم يعجبكم هذا الفيديو، قولوا لي عاوتاني الاراء ديالكم في هذا الماسك اللي قلت لكم درت معكم اليوم، وان شاء الله يعجبكم. وتنتمنى منكم البنات فضلا وليس امرا ديروا لي كومونتير وديروا لي لي لايك لي لايك. وكي قلت لكم هذا الفيديو طلب من عند واحد المتتبعه ديالي، لان عندها مشكل في البشره ديالها، والبشره ديالها دهنيه بحالي. هذاك الشيء علاش وريتها الروتين ديالي انا اللي تندير بمواد طبيعيه وموجوده زعما كل البيت. اذا البنات ما عليكم غير تحيدوا العجز وتنوضوا وتقولوا احنا معاك هدى، وان شاء الله غيعجبكم هذا الماسك. لان البنات بلا ما نقول لكم عليه، بالنسبه لتشري ماسك ولا سلالك الماسك اللي مورفه ديري، هادو مواد عندنا في ديورنا، مواد طبيعيه فيها بزاف ديال الفوائد للبشره ديالنا. كي قلت لكم تقدروا ديروا ليديكم لوجهكم، ديروا اللحم ديالكم، والقهوه راه غير القهوه بوحدها راه فيها بزاف ديال المنافع. وان شاء الله البنات هذا الفيديو يعجبكم، وتكتبوا لي لي كومونتير زوينين، وتقولوا لي زعما النتيجه اللي كنتو جربتو حيت قلتوا لي غتجربوه، وهذاك الشيء علاش انا تنتسنى الاراء ديالكم. وما نطولش عليكم الفيديو البنات، والى اللقاء فيديو جديد مع هدى باغي فلوغ. والبنات ما تنساونيش من لي لايك من لي لايك من لي لايك. بسلامة البنات.